عدنا. دزي مانا اكتر وهاد الصباح جاي الوالد تيفيق فيه وفقت مضيشار وقال لي هاك شوف هاد الشي ديالك وعطاني واحد البرا محلوله بطبيعه الحال ودزت من يد الوالد وفيا مزيان وفاش ما فهمت حتى الواحد جابها لي وعليت البرا وجبت الورقه اللي فيها تنقرا داك الكوفيتير بالانجليزيه وانا نتخلع انا نتزيزي ورقه فيها كونت باي بال مود باس بكل شي لي وطرت البيسي الوالد ما فاهم والو وتيقول لي اش واقع وتنقول لي بلاتي صبر نفهم انا بداش واقع ودخلت للسيت ودخلت الجيميل مود باس با 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 ولقيت فيه واحد الطرف ديال الفلوس وواحد البركة وداع الحزقة والخدمة والتكرفيس ومرحبا بالحياة وبقيت تنغوت بالفرحة وشطحت الوالد معايا والوالدة ما فاهمة والو وباش نضمن دوك الفلوس ديالي وحليت كونت جديد ديال باي بال وترونسفيريت الفلوس دازت يومين دازو ليا شريت دار الوالدية وجهزت بابا وسافرت لتركيا درت زراعة العين ونجحت واخا ماشي في لون عيني ما خالف والله المهم تنشوف بعيني يا بجوج قريت لخويا قهوة ميسر فيها وجهزت ليه اللي خاص اما بالنسبة ليا استمرت في قهوة اخرى ومع عال ديال الفاست فود والحمد لله عايش بخير والحياة شكال وطول ما احنا عايشين وتنزقلو فرص اللي يقدر بسببهم نعيشو ديك الحياة بالشكل اللي تنتمنى وتندمو عليهم الى فاتو ولكن تنساو باللي القضاء روبعد ذات مفهوم وكيف تيقولون الزمان مكتوب الجبين تشوفوا العين وهذا هو مكتوبي واخا فقدتين ولكن ديك العين كانت سبب ليا في هاد القلبه اللي تقلبت فيها حياتي من روتي للخدمه وهم المصروف وهم المستقبل وهم الخدمه في الحرام الحريه والحياه السعيده وما تنساوش ديروا لايك وابوني وتكتبوا لي رايكم في قصه يوسف واخا تقول لي غير بوعين واللي عنده شي قصه وبغى يدوز راك عارف اش دير اما الفتيات دوزو بريفي اتشالله.